روباس ماوني رجالو الحفيظ الله رجالو الحفيظ الله رجالو الحفيظ الله. ولاد عيلة الغاليين انا يعني هنسمع دلوقتي بقى بصوا يعني تران كده توليفة حلوة. انا مش عارف النظام بتاعه ايه يعني اقسم بالله كيفني دخل دماغي يا جدعان مزجني. بصوا انا اول ما سمعت التراك والله انا ما عملتش عليه ردة فعل, هو نزل بقى له يوم او يومين بس انا كان على الريبيت عندي. يعني انا النهارده انا بقول لك النهارده انا كنت بسمعه, يعني هو كان شغال دلوقتي قبل ما اصور الفيديو. يعني هنسمع تراك حفيظ الله مش عارف اسم الرابر الصراحه عشان انتوا يا جدعان ما بتقولوليش, يعني انا بقول لكم سيبولي اسامي الرابر اعمل عليهم رده فعل فالناس بتكبر دماغها خالص. يعني انا مش عارف اسمه صح ولا غلط, فاسمه بوجل بي او 9 AL فمش عارف بتتنطق ازاي. يعني انا لو نطقتها صح فخير وبركه, لو نطقتها غلط سيبولي في الكومنتات الاسم الصح بتاع الرابر بالعربي, يعني قول لي بالعربي. يعني انا بيتهيألي ان هو بي او 9 AL عشان انا بيبقى في مشكله عندي في نطق اسامي الرابر بتبقى اساميهم غريبه شويه. ف هنسمع دلوقتي تراك الحافظ الله. والله يا جدعان دخل دماغي جامد 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 جامد, انتوا مش متخيلين دخل دماغي ازاي. فتعالوا نعمل عرض نشوفه ونسمع التراك ونشوف الفيديو كليب دوت. ولو ما كنتش اشترك في القناه اشترك وفعل الجرس وسيب لايك للفيديو عشان تنضم للعيله بتاعتنا. يعني مش هتخسر حاجه, انت طالما انضميت انت كده سالك خلاص لا محال. وده الانستجرام بتاعي لو عايز تعمل لي تمان هناك او تعمل لي تقول لي على تراك عامل لك على رده فعل او فيديو كليب عامل لك على رده فعل فعشان تنضم للعيله بتاعتنا هناك بردك على الانستجرام. فتعالوا بقى نسمع التراك الحفيظ الله عشان هتسمع حاجه بوم 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 بوم. تعالوا يلا. I'm in a backpack, rim to the top of a gag, ripping, I'm busting up whack niggas, charter a plaque, nigga, what do you choose, simply irrelevant, cynical evident, please, wrestling evidence, keys moving, indefinite, soul goals for the president, bleed red for the government, tease. Love is not kisses, hugs, sharing fucking drugs, pigs on your... على رأي إخواتنا الجزائريين, واحد, زوج, ثلاثة. قبل ما نبدا بس انت خدت بالك من الحركه الداخله بتاعت الفيديو كليب؟ ما احنا لازم نتكلم على الفيديو كليب, يعني هو صارف على حاجه لازم نتكلم عليها. الفيديو كليب بادئ من الاول ان هو تصوير بيجيب شخصيته وان هو بيبص يعني بيشوف الهيترز بتوعه او الاعداء بتوعه بمكبر, يعني هم مش واضحين فهو بيكبر الهيترز عشان ياخد باله منهم. فتعالوا نكمل. جني جني راس هواني بقرة شارب قرواني ومساري في كازا طرواني شني باغي شني راك ميتابا لي جني. بس 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 خدت بالك يا اسطى من الدخله, خدت بالك من الغشم يا اسطى, خدت بالك من الانفعال يا اسطى, خدت بالك من الريس يا اسطى, خدت بالك. ثانيه بقى عايزين نعرفوا مين اللي عامل البيت عشان البيت هنسمع التراك جامد. مين بقى المعلم اللي عامل البيت؟ ميكس وماستر باي ويست باي اي برودكشن, برودكشن باي شراكس دايركتد اديتور باي بوب برودكشن. انا مش عارف هو يعني ما بيجيش يقول لي الرابر يعني بيجيب لي كده اللي هو على طول, يعني مش عارف ما بيجيبليش اللي هو اللي عامل البيت ليه على طول. فتعالوا بقى نسمع عشان ايه الحفيظ الله فعلا الحفيظ الله. اوكي لسا عمجي لا ترتي را نسيتي را انا اللي كيك ميك. اوكي زنزن فوراك يشرشم مكدا لي دار بيرا ودار بزمزم زنزن فوراك يسرسر اشبولا طبغاك ميتر سمسم ما يدلاش مشاكل طاحوش جواناتي جواناتي ما يدلاش ديرينا فيدلا روبا سمعوني رجالو حفيد الله 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 رجالو الحفيظ الله رجالو الحفيظ الله رجالو الحفيظ الله رجالو الحفيظ الله راب كوكوت ما نضربوش الكوكو بلا ما نجري فيك غير ساري فيس سون فول سون فول شيراغي عصفور ناري بالي جري معاك جامك خصو. خدت بالك من النقل يا اسطى, خدت بالك كان بيتنجل الزرع داخل في وسط فلو. يعني انت انا هومرس عليه هومرس معاك جام كسو فوسفور انا كيري بيري غادي كامي كيري كيريك باقي كيدي كالي بحالا فيك البيري بيري ناري فونتون مدى بوق على جي كيلي شي بيري تا كيلي كيلي كدب بوان.
خدت بالك النقله بتاعته كانت عامله ازاي؟ يعني على طول كده راح داخل لك على فاست فلو، بيقول لك احنا ما بنحبش الكوكايين، احنا مش بنشرب كوكايين، احنا صحتنا جامده، مش صحتنا جامده، احنا نعمل ونخلي ونجيب ونودي ونعمل ونهدي ونزود ونعلي. اوف انا تعبت من كتر ما بتنطط عليه. تعالوا نكمل. انا كيري بيري غادي كامي كيري كينيك باكيدي كالي بحالة فيك البيري بيري ناري فون طوما دابوك على شي كيلي شي بيري تاكيلي كيلي كدب بوا ماشي ماما عاري كيري اي كيري شارع هاتشي في اتار هادي كيشي رون بود ميكا و بيتار بعد عليك شاف لتاش باش يطلع تراك جان كبي ومول تتاي راب كازا ورق مربعة في الجناح طريفة راك حلاكي قلبي كيناناح قدام الملاء بلي الفلاك كامي كيلو راه غنموت جاب الهلاك رجالو الحفيد الله 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 رجالو الحفيد. انا دخلت على التشانل بتاعت الراجل ده ما لقيتش الا فيديوهين، ده الفيديو التاني، ده الفيديو كليب التاني. مش عارف بقى هو كان يعني ليه تركات قديمه وممسوحه فندعبس فيها. ايه رايكم ان احنا ايه يعني من ضمن الردات الفعل او الرياكشنات الجايه ان احنا ندعبس على التراكات بتاعت الراجل ده لو ليه اصلا تراكات؟ اصل انا ما لقيتش الا تراكين، والراجل ده عظمه والاداء بتاعه عظمه والشغل بتاعه عظمه، فاكيد ليه شغل تاني، يعني ده مش مبتدئ اكيد. فانا مش عارف ايه رايكم ندعبس ورا التراكات بتاعته، فسيبوا لي اسامي التراكات لو ليه تراكات او ليه فيديوهات كليبات ممسوحه او كده ممكن نلاقيها على تشانلات تانيه، فسيبوا لي اسامي تراكات في الكومنتات والحاجات دي عشان نعمل عليها رده فعل عشان الراجل ده كيفني. حفظ الله فعلا، والله والله حفظ الله فعلا فعلا. يعني انا بقول لك ايه معنى كلامه، يعني ايه انت هتشوفونا على طول حفظ الله ربنا احفظنا منه. يعني انتوا متخيلين العظمه بتاعت الراجل؟ متخيلين الليركس؟ وطف. تعالوا نكمل. رجالو الحفيد الله رجالو الحفيد الله حفيد الله شاري فوق تشي البيت حلو حلو، يعني البيت لوحده يعني يخليك ان انت عايز بص يعني والله بجد انا ما كنتش عايز التراك يخلص. التراك مشكلته ان هو بيخلص بسرعه، التراك مشكلته ان هو بيخلص بسرعه، فكده يعني خلاص وصل لاخر رد فعل. ما كنتش اشترك في القناه، اشترك وفعل الجرس سيب لك الفيديو عشان تنضم للعيله بتاعتنا. ولو عايز اعمل لك رد فعل عن تراك او فيديو كليب سيب لي الاسم في الكومنت. وعايزين تراكات للراجل ده يا جدعان سيب لي في الكومنتات بالله عليكم عشان الراجل ده يعني جذبني جامد. فاشوفكم على خير في رد فعل الجاي ان شاء الله. رمضان كريم.